في إقبال كبير من الطلاب على المراجعات النهائية اللي وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيمها بمختلف المديريات التعليمية للصف الثالث الإعدادي والصف الثالث الثانوي بداية من شهر مايو الجاري. الحقيقة المراجعات النهائية المجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة اللي انطلقت بداية شهر مايو الجاري بتيجي في إطار حزمة من الخدمات المتميزة اللي بتقدمها وزارة التربية والتعليم، ده عشان تحقق أفضل تحصيل دراسي للطلاب، من بينها طرح مواد تعليمية وتدريبية مجانا لمختلف المراحل الدراسية، ده على موقع الوزارة، فضلا عن تنظيم مجموعات الدعم المدرسية على مدار العام الدراسي بمختلف محافظات الجمهورية. كمان في تعاون مهم جدا بين وزارة التربية والتعليم والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتقديم مراجعات ليلة الامتحان بمختلف المواد الدراسية للصف الثالث الثانوي، وده على برنامج مصر تستطيع على قناة دي ام سي، فضلا عن الاستعانة بالمعلمين المتميزين والأكثر كفاءة لتقديم محتوى المناهج التعليمية بشكل يكون أكثر تميزا من خلال مجموعة قنوات مدرستنا. يعني زي ما انتم شايفين كده مفيش حجة ومفيش مناسبة ان احنا ندفع فلوس كتير هادر، سواء في دروس خصوصية ولا في سنتر تعليمي، ولا ان احنا نبقى حاملين الهم. كل الوسائل اللي موجودة لدى الدولة بتسخر من أجل أولادنا طلاب الثانوية العامة، بس الفاضل بقى والدور والباقي عليهم زي ما بيقولوا، عليهم هم السعي والاجتهاد. جهود كبيرة بتقوم بها الدولة المصرية علشان تخفف على الأسر المصرية.